تفاعل لاعبو الوداد الرياضي مع عودة المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو لخلافة التونسي المهدي النفطي الذي تم الانفصال عليه. وأكدت بعض التقارير الصحفية أن جميع اللاعبين أبدوا ترحابهم بغاريدو مبدين استعدادهم الشديد للعمل مع الإسباني برغبة تحسين الأداء والنتائج التي تدنت مع المدرب التونسي. ووضع المكتب المسير لفريق الوداد الرياضي من جديد ثقته في غاريدو بعد انتقادات العديدة التي تعرض لها النفطي جراء الوضع السيء لفريق الوداد الرياضي الذي حرك أنصار الوداد الرياضي ودافعهم للاحتجاز. وسيخوض الوداد أول مباراة له مع غاريدو يوم الثلاثاء على أرضية مركب محمد الخامس أمام أولمبيك أخريبكا لحساب الجولة 18 من البطولة الاحترافية.